السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وأحوال طيبة دائما يا رب. ومرحبا بكم في درس جديد. اليوم غد نخدم معكم هاد التريس مع هاد الملاقية، نفس الخدمة اللي خدمت بها هاد الدرس هي اللي خدمت بها الملاقية. فهنا هاد الملاقية حتى هي غادي تلقاوها على القناة. وبالنسبة لهاد التريس راه يجيكم مع جميع أنواع الملاقية. بالنسبة لي أنا قلبت هاد التوب على القفة ديالو وركبت الخيط ديالي على هاد الشكل، يعني في أول عين عندي في هاد الملاقية. فهنا غادي نضرب في التوب على هاد الطريقة، كناخد فيها ضريبة وكنرجع لهاد العين اللي عندي، كنلوي على الإبرة واحد ثلاثة اللويات، يعني ثلاثة البنات ماشي جوج، باش تجيني هكايا هاد الشوكة واقفة. هنا غادي نعمل ضريبة على هاد يعني أولا غريزة على هاد الشوكة، وكنرجع نضرب في التوب، وكنرجع لهاد العين ديال هاد الشوكة. هنا كناخد غريزة، هانتوما لاحظوا معايا، وكنخلي الخيط المسافه ديال هاد الجهه. هنا كندور الخيط وكنعمل في هاد العين نفسها يعني ثلاثة ديال اللويات على هاد الشكل، باش نكون واحد الشوكه ثانيه على هاد الشكل. فهنا كنرجع نعمل عليها غريزه على هاد الطريقه، وهكايا هاد الشوكه كتبقى واقفه. هنا كنرجع لهاد الخيط، كنعمل فيه ثلاثة ديال الغريزات وكنزيرهم. هنا هاد الضرس البنات راه كيجي واقف وعملي، وحتى هاد الملاقية كنتمنى انكم تشوفوها، حتى هي غتلقاو على القناة. هاد الملاقية راها عملية وزوينة، كتطلع بسرعة والخدمة ديالها نقية كيف ما كتلاحظوا معايا، راها من الجويه بجوج كتكون مفينية. هنا الى لاحظتوا معايا فضربت في التوب وعاودت رجعت لهاد العين، وكذلك عملت فيها غريزه ورجعت لنفس العين عملت فيها ثلاثه ديال اللويات، وكذلك رجعت عملت غريزه فوق من هاد الضرس. وهنا كنرجع لهاد الخيط كنعمل فيه اربع غرز ماشي ثلاثه، لان الخيط طويل شويه، هنا اربعه الغرز. بالنسبة لهاد الدرس بغيت تكتفيو به على هاد الشكل، فيمكن لكم بغيتو تزيدوا فيه حتى خيط اخر او لا جوج فيمكن لكم. انا غادي نكتفي غير على يعني هاد القياس. وبالنسبة لهاد الدرس فإلا بغيتو تكتفيو غير بهاد شوية فيمكن لكم، هاد الطريس راه كيجي غزير كيجي نقي. بالنسبة للبنات اللي كيعملوا غير الدرس ديال الفقاسة يعني على جوج، فراه القياس ديال الفقاس على جوج. وكيف ما لاحظتوا معايا درست الدرس الثاني حتى هو بنفس الطريقه. الدريس كيطلع بسرعه والخدمه ديالو سهله وبسيطه، وكيجي انيق مفيني من الجويه بجوج واقف، كيجي غزال بالنسبه تعمليه مع ملاقيه او لا تعمليه حتى مع هبيطه كيجي غزال. بالنسبة الفيديو راه مطويش بزاف، حاولوا انكم تكملوا حتى الاخر كمساعدة البنات. وكيف ما قلت لكم الملاقية غادي تلقاوها على القناة. فهنا كنرجع بنفس الطريقة كيف ما قلت لكم، البنات اللي بغاو يكتفيوا غير بهذا الطريس فيمكن لهم انهم يكتفيوا به، بغيتوا تزيدوا القياس اللي عملت انا فيمكن لكم، بغيتوا تزيدوا يعني خيط اخر او لا ثلاثة فيمكن لكم، يعني انت الاختيار كيبقى لك. القياس اللي بغيتي درس كبير راه كتبقاي تزيدي، بغيتي يعني هاد القياس فيمكن لك تكتفي بهذا. هنا البنات بنفس الطريقه خدمت هاد الطريس، راه ساهل البنات، نتمنى انكم تجربوه. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، ساهل وبسيط وكيطلع بسرعه وكيجي مفيني نقي، الخدمه ديالو متقونه. كذلك هاد الملاقيه البنات راها غزاله، ونتمنى انكم تجربوها حتى هي كذلك ولو غير على طريف ديال التوب، حتى تشوفوا الملمس ديالها عاد حكموا عليها.